السلام عليكم لويزات ديولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وقاكم هذا الفيديو احسن الاحوال ان شاء الله. لويزات ديالي كما كتشوفوا قدامكم هذا الرشيم هذه ديال الغرزه الدقه الذهبيه، حاولت هذه رشمتها راسي انا. الشكل ديالها ديال الهندسيه كتجي في جليليبه حدا السفيفه او القفطان، بحال هذا الشكل غادي نوريها لكم، بحال هذا الشكل كما كتشوفوا. صراحه هذه الغرزه ديال ثلاثه، هذه غير غرزه ديال وحده وكاينه ديال جوج. مهم البنات كما كتشوفوا، الى عجبكم طبيعه الحال الفيديو ما تنسونيش باللايك، واللي ما مشتركش في قناتي تشترك في القناه وتبركي على الجرس باش دائما يوصلها كل مهم جديد. ولا بغيتوا رشيمه غنخليها لكم عندي في انستغرام صندوق الوصف تلقاوه ان شاء الله. بقاو معايا من الاول حتى الاخر، ام ايمن كتموت عليكم. السلام عليكم لويزات ديولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، صحه جيده ان شاء الله. لويزات ديولي كما كتشوفوا اليوم درت لكم هاد الرشيمه، طلبتها لي واحد الاخت الدقه الذهبيه، قالت لك بغاتها في شي رشيمه جد سفيفه جلابه، وقلت علاش لا نحاول ندير لها هاد الطريقه. كما كتشوفوا انا رسمتها يعني من راسي، حاولت نخرج هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني شكل بحال هندسي. مهم هذا هو الشكل ديال هذا، غنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف في انستغرام ديالي غتلقاوها. كما كتشوفوا دائما انا كنبدا على حسب الوقت، كنستغل الوقت. بالنسبه للالوان كما كتشوفوا الاخوات، واخده الكرونه هذا، ماشي الكرونه عفوا، هذا الموف مغلوق مع موف بارد، وخديت ليه هذا اللون، هذا اللون خرشيفي خرشيفي، اللون هاد الالوان البنات كيجي روعه. ديجا وريتها لكم في واحد القفطان بالرنده اللي زوقتها، هادو هما الالوان صراحه طوب. كما كتشوفوا دائما الحرير على أربعة الشعرات فاش كنبرمو كيعطينا 8، ليبران نمره 7. غادي نبدا على بركه الله. كما كتشوفوا غادا بالالوان، بالنسبه لهاد الزواقات الكبار غادي نخدمهم بالكرو موف مغلوق، وغنخدمهم بالموف بارد. هاد المثلثات غنحاول نخدمهم بهاد اللون خرشيفي كما كتشوفوا. عرفتي البنات غير جربوا هاد اللون هذا واعر. كما غادي نبداو على بركه الله. كما غنشوفوا مره كندير الموف بارد مره كرونه، دابا غندير هنا موف بارد. غادي نجي الطريقه راه سهله، ماشي شي حاجه صعيب. غادي نحاول نكبر لكم شويه باش تشوفوا. غادي ناخذ اللون موف بارد، غادي نجيها فينا نخرج ونتبع على حسب كما كتشوفوا الخط هكا. وغادي نجي هكا البنات هاد الغرزه الذهبيه غير سطر واحد، يعني ماشي ديك اللي فيها ثلاثه، غرزه واحده وصافي. غادي نحاول نخلي واحد المسافه، يعني المسافه اللي هزيت هي اللي غادي نخليها، ونرجع هكا نرجع في نفس العين كما كتشوفوا. نفس الطريقه نحاول عاوتاني نجي نخلي واحد المسافه كما كتشوفوا، نحاول نبينها لكم هكا، ونرجع كنرجع نفس العين دي ديجا خرجناها قبل هكا. نجي عاوتاني ها فينا هكا، يعني بالنسبه للبنات الغرزه الذهبيه راه فيها الاشكال، يعني راه فيها الاشكال بزاف هكا كما كتشوفوا. راه ديجا دايراها معكم، دخلوا القناه ديالي غتلقاو الاشكال ديال الغرزه الدقه الذهبيه، يعني اختلاف. هانتوما غادي نحاول نجي عاوتاني باش نسد الرشمه ديالي هكا، ما كنزربش غير بشويه باش بعد الاخوات يفهموا. دابا شنو غنديروا؟ ما غاديش نجي هنا، غادي نرجع غادي نحاول نهبط شي شويه تحت منها كما كتشوفوا هكا. دابا اشنو غنديروا؟ المهم غنعطيكم جوج طريقات. كاينه الطريقه كنجي نخدم غير هاد النص، اولا نضرب غرزه كبيره. غادي نجي هنا النص ديالها كما كتشوفوا باش نعطي الفورمه هكا، وغادي نجي قدامها، يعني دائما ما بين الغرزات اللي خدمنا ما بين الغرزات وغرزات، غادي نحاولوا هاد الغرزه غنقسموها في النص باش نمشيو للغرزه الثانيه النص ديالها هكا. نهبط تحت كما كتشوفوا تحت الغرزه في النص ديالها، ونرجع نسدها ها فينا هكا. نمشي عاوتاني ما بين الغرزه الاخرى النص ديالها، يعني تحت منها في النص ديالها هكا، وغادي نرجع نفس العين هكا.
بالنسبه لهاد الخدمه هذه البنات كتجي بصراحه زوينه، كتعطيكم من بعيد بحال بحال اللي كتخدموا الماكينه عاديه. هكا كنرجعوا كما كتشوفوا كنرجعوا كنمشيو تحت الغرزه تحت منها في النص ديالها نقسموها ونرجعوا نسدوا الخدمه ديالنا هكا نفس الطريقه. هنا جيت هنا في النص ديالها شفتوا ونرجع نسدها. راه كاينين الاشكال ديال هاد الجليبات اللي ولاو دابا بالدقه الذهبيه بصراحه زوينه. غادي نجي عاوتاني هنا، يعني هنا غنخدموا سطر نيشان صافي، يعني غتجيني تحاول تجيني غرزه صغيره هكا وغنسدها هكا. دابا العكس ديالها غادي نجي تحت منها نيشان كما كتشوفوا البنات، غنولي ندير الخدمه بحال الفوقانيه. غادي نجي النص تاعها دابا هاد السطر الثاني غادي نجي نخلي هاد الغرزه الصغيره اللي ضربنا هذه الثانيه غادي نجي في النص ديالها هكا، يعني كنخالفوا كنوليو نخالفوا الخدمه ديالنا. نجي عاوتاني غرزه تحت الثانيه النص ديالها ونرجع نسد هكا كما كتشوفوا. عاود نمشي الغرزه الثانيه الوسط ديالها ونخرج الابره ديالي ونرجع هكا. نمشي عاوتاني الغرزه الثانيه في النص ديالها هكا ونرجع نسد. هاد الطريقه كتجيني عاوتاني الخدمه متكونه، يعني ماشي بعد بحال الغرزه الطرزات العاديين رباطي عادي باش كنضربوا ديك المسافه طويله. الا كنتو لابسين شي خاتم ولا شي حاجه قدر يسليكم هذيك الطرز ديالكم. نورمال ديروا هاد الدقه هذه صراحه، يعني كما كنقولوا نقيه ومتقونه هكا. انا كملت السطر الثالث شفتوا نفس الطريقه. دابا غادي نحاول انا كنتبع الرشمه اللي عندي هكا. دابا هاد الغرزه اللي قبل اللي تحت منها يعني السطر الاخير غادي نجي في النص ديالها هكا. دابا غادي نقسم شي الغرزه الثانيه تحت منها في النص ونرجع نسدها هكا. وحنا غاديين هذه هي الغرزه الذهبيه، وهي الغرزه الذهبيه ترى فيها الاشكال البنات. قدروا تخدموها الا بغيتوا افقي، الا بغيتوا تخدموا عمودي اولا تخدموا افقي. نجي عاود النص ديالها هكا ونخدم كما كتشوف هكا ونخدم. راه كتجي زوينه البنات. انتما عاوتاني دائما في هاد الغرزه هذه كنقسموها، يعني ما نقدروش نضربوا هاد المسافه كبيره خاصنا نقسموها. غادي دابا غادي نجي عاوتاني كذلك كما كتشوفوا نسدها هاكا. نجي عاوتاني تحت منها هاكا، غادي ما غنضربش هاد الغرزه تحت منها عاوتاني مصغوره، غادي نجي الغرزه الثانيه الكبيره نجي تحت منها النص ديالها هاكا صافي. المهم بهاد الطريقه، المهم انا نحاول دابا نكملها ونرجع معكم.
انتم البنات هنايا كما كتشوفوا غادي نوصل لهذا السطر. دابا فاش غنخدم راه عندنا يعني الرشمه ديالنا راه كاين مربع، باش نخدموا غير هذا الرشمه ونحبسوا ونبقاو نخدموا هذا النص عاد نرجعوا. صافي غنحاول دابا نضرب، يعني ضربنا جوج صغار ما يمكنليش نضرب واحد الضربه صغيره، نحاول نضرب ضربه كبيره لتحت هكا. خرجة تحت منها نص ديال الغرزة اللي تحت منها البنات كما كتشوفوا هكا. بالنسبة لهاد الطقات الذهبية قدروا دابا كاينة بحال دابا اللي كتشوفوا كنضرب غير ضربة وحدة، نقدر نضرب ثلاثة بحال بحال أو نضرب جوج بحال بحال، فهمتوني؟ عاد ديك الساعات ندير غرزة مختلفة عاوتاني، يعني جوج سطوره ندير نفس الغرزات والثانيه ندير الثالثه ندير غرزه مختلفه، فهمتوني؟ يعني راه الدقه الذهبيه راه فيها الاشكال البنات، دخلوا القناه ديالي وغادي يبان لكم. المهم دابا انا غادي نحاول نخدم دابا غير هاد البلاصه، يعني نسدها عاد باش نكمل شي اخرى. هكا نجي الغرزه تحت الثانيه ونسد هكا. دابا غادي نجيها فينا وغنسد كما كتشوفوا. انا دابا غادي نهبط تحت منها كما كتشوفوا كنتبع الرشمه ديالي هكا. غادي نجي في هاد الغرزه هادي هكا، نجي قدامها النص ديالها هكا كما كتشوفوا، نرجع نسد، نجي عاوتاني هنا تحت منها هنا الشب ديالها ونسد الرشمه ديالي هاك، نهبط لتحت منها عاود. غادي نجي هاد الغرزه الصغيره ونمشي الغرزه الثانيه هاكا ونسد، نمشي الغرزه اللي تحت منها كما كتشوفوا هاكا اللي حداها عفوا ونسد، وغنجي جنبها نضرب وحده صغيره هكا هكا، وغادي نكملوها باش نمشيو للجهه الاخرى. يلا بقاو معايا انتم الويزات ديالي كما كتشوفوا انا كملتها. بصراحه هاد الرشمه هادي بحال هاد الرشمه تنوريكم اللي كيجي في الجليليبات او قفطان بحال هاد الشكل البنات، الدقه الذهبيه غير هادي غرزه على وحده، هادي دايره غرزه على ثلاثه، هي جراني درت معكم هاد الغرزه على ثلاثه. المهم دابا غادي ناخذ اللون موف، حيت انا خدمنا الموف مغلق مع موف بارد مع هاد هاد الخرشيفي هذا. دابا غادي نكمل الخدمه ديالنا، غادي نجيها فينا الفوق هنا نفس الطريقه، نخرج لي بريك ديالي، غادي نجي نفس هنا يكون عندنا نفس العبار، نجي هكا. يا بصراحه البنات كتجي زوينه رائعه هاد الخدمه هادي، كتجي متقونه. كنتمنى زعما كاملين تنوضوا تخدموا الجليليبات ديالكم خفيفه، كتجي حتى السفيفه هاد الطرزه هادي صراحه كتجي غزاله 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 والله. المهم هانتوما كما كتشوفوا انا كملت، نحاول نكمل نكبر لكم الشاشه. غادي نجي هنا البنات غادي ما غاديش ندير نفس الغرزه كما وريتكم، نحاول نشوف لي برا فين كنخرجها هكا. ليكم البنات ماشي نفس الغرزه، يعني دابا حنا ها هي الغرزه بين وبين، ما غاديش نجيبها تحت منها لا، غادي نحاول نقص الغرزه ديالي نجي هنايا الغرزه الثانيه في النص ديالها النص ديالها ونرجع نسد هكا باش كنحصلوا على هاد الغرزه ديال الدقه الذهبيه. رجع كما كتشوفوا هنا كذلك حتى هذه غادي نجي الغرزه الاولى نجي تحت منها النص ديالها ونخرج ونرجع دائما في نفس العيب اللي ديجا خدمناها، ونجي عاوتاني هنا حنا كنتبعوا على حسب الرشمه ديالنا كما كتشوفوا، وغادي نخرجها ها فينا
نفس الطريقه غادي نجي عاوتاني لتحت هكا، وغادي نجي دائما هيا هذه النص صغيور غادي نحاول نجي ها فينا هكا، وحنا غاديين ونرجع في نفس العين اللي خرجت حيت اللون موف مغلق ما كيبانش مزيان. هنا ما يمكنليش نضربها ها فينا، غادي نقسمها نص ديال هاد الرشمه هذه اللي كتشوفوا، ونرجع الغرزه ديالي في نفس العين هاك، ونجي هنايا واحد شويه نكمل باش كنعطيو الفورمه ديال الرشمه ديالنا. وهذه البنات كتجي لها هذا الزواقه هذه كتجي حدا السفيفه كما وريتكم في الصوره. نفس الطريقه دابا غادي نحاول البنات نجيبها ضربت غير ضربه صغيره باش نحصل على الدقه الذهبيه، يعني باش نحصلوا على غرزه بحال بحال. والسطر الاولاني كيتختلف على السطر التحتاني، يعني ما كنعاودوش نضربوا نفس الغرزه السطر، يعني هذا السطر هذا اللي كنضرب دابا ما يمكنلاش نضربوا نفس الغرزه اللي دزنا السطر الفوقاني، كيختلفوا هكا. نحاول نعطي الفورمه ديال الرشمه كحل شويه وغادي دابا انا كملتها، غادي نجي نهبط شي شويه لتحت هكا، ما غاديش نضرب البنات هنا، نحاول نضرب النص تاع هاد هكا، ونرجع الغرزه الثانيه اللي حداها النص ديالها نخرج الابره ديالي ونرجع هكا. نجي الغرزه الثانيه تحت منها النص ديالها ماشي في نفس يعني الغرزه اللي خرجنا منها الابره لا، وحنا غاديين بهذه الطريقه صافي. نحاول باش ما يجيكمش الفيديو طويل، غادي نستمروا البنات بهذه الطريقه نكمل الرشمه ديالنا بحال هكا يعني كما كتشوفوا، ونرجع معكم نخدم معكم هاد المثلات بالخضر بهذا اللون الخرشفي، صراحه زوين كيجي مع الموف مغلق مع الموف بعد كيجي روعه. المهم نكمل هاد الموف ونرجع معكم. انتم البنات كما كتشوفوا كملت الكرونه حتى الموف زدت هاد الخدمه، دابا بقى لينا نخدموا باللون الخرشفي. الطريقه راه سهله بحال بحال، نحاول غير نبدا معكم. غادي نجي نفس الطريقه غنبدا من تحت هكا، يعني العبار اللي خدمناه هو اللي غادي نجيو نرجعو نهزو، يعني اللي غنخليو ونرجعو نهزو هكا نفس الطريقة. يعني هاد الرشمه هادي رشمه هندسيه، يعني ماشي يعني بغينا نغيروكم شي شويه من طرز اخر من اختلاف اخر جديد صافي. دابا غنطلع فوق منها شويه ندخل في الرشمه نحاول نجي في هاد النص هادي هكا نفس الطريقه، نجي الغرزه الثالثه فوق منها النص ديالها نحاول نخرجها في النص ديالها ونرجعها ها فينا بهاد الطريقة. نفس الطريقة نجي الغرزة الثانية اللي قبل منها اللي ديجا خدمناها النص ديالها ونخرجو الخيط هاكا، يعني كنوليو نعكسو بحال دابا حنايا الغرزة في السطر الأولاني درنا الغرزة هنا، ولكن السطر الثاني نجيبو فوق من الغرزة هنا
صافي نحاول نكملها لكم البنات. هكا كما كتشوفوا كنجي دائما هاد الغرزه هادو اللي ضربناهم غنولي نختلفوا، غادي نجي فوق هنا فوق شتو هادي هي الدقه الذهبيه. والدقه الذهبيه تبارك الله راه فيها الانواع، راه ماشي غير نوع واحد، كاينه هادي ديال وحده ديجا خدمتها معكم حتى في فصل الورده، راه ديجا خدمتها معكم. طريقه اخرى اللي فيها على ثلاثه، كاينه وحده اخرى اللي كنديروا الخطوط عاد بدا نخدموهم. نجي فوق منها فرش معنايا باش نحاول نعطي الفورمه ديال المثلات. دابا غنكحز هنا، غادي نجي فوق دائما كنجيو في الوسط ديال الغرزه ونخرجوا لبرا ديالنا، وغنستمروا بهذه الطريقه هذه. هنا غنطلع شويه الفوق، نعطي الرشمه ديالي شكل مثلث هكا، غادي نطلع عاوتاني فوق منها كما كتشوفوا هكا. صافي غنبدا الخدمه ديالي نكملها، يعني هكا كنبقاو غاديين جايين حتى كنكملوا الرشمه ديالنا. المهم البنات غنكملها ونرجع دابا هاد البلاصه، غادي نحاول نزوق شويه الحجيرات. المهم غادي تشوفوا الشكل النهائي. صافي انتم الويزات ديالي كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى يعجبكم الدرس ديال اليوم. كما كتشوفوا حاولت زدت عليها حجيرات ديال الكوايه، راني ما لصقتهمش غير حطيتهم وصافي باش نعطيكم واحد فكره. بغيتو ديروا هاد الحجيرات هادو اولا ما بغيتوش ديروا على حسب كل واحد والذوق ديالو. حاولتوا تدخل مع الا بغيتو تدخلوا التحسينات دخلوه، مهم كل واحد والراي ديالو. مهم هذا هو الدرس ديال اليوم ديال الغرزه الدقه الذهبيه اللي كتجي صراحه خفيفه رقيقه بالجم ديال السفيفه بجليديبه ولا حتى القفطان كما ورتكم في التصويره. مهم البنات كنتمنى يعجبكم اليوم الفيديو، الا عجبكم ما تنساونيش باللايك. و كما كتشوفوا بحال هذا الشكل كتجي ما بين السفيفه، الا عجبكم طبيعه الحال ما تنساونيش باللايك. ودائما ام ايمن كتموت عليكم مع فيديو اخر ان شاء الله.